وكان الولد فينا ولا البنت فينا، لان كنا كلنا كان حد يقدر يتعشى قبل ما يجي اخواته وابوه ما دام في الشغل، ولازم يجي ابوه الحكايه والروايه عشان يقعدوا يتعشوا. دلوقتي انت بتجيب وريني حد دلوقتي. الاول كان زمان الواحد الساعه 10 لازم يبقى في البيت وانا مربي كذا راجل. في حاجات كتير وقيم كتير التكنولوجيا اللي دخلت احنا استعملناها غلط، ما استعملناهاش صح. التليفون ده جاي لحاجات معينه. النهارده العيل حاطط التليفون في ايده 24 ساعه، ولا اب بيقول له انت رايح فين، ولا ام ابوه طحن في الشغل عشان يجيب لهم القوت، والعيل خلاص ما بقاش حد يقول له لا ده ولا ده. يعني كان زمان الواحد فينا يقول لعمه يابا ابويا فلان كذا، ويقول لخاله يابا احترام واخلاق، ويقول لعمته ياما، ولخالته ياما. فين ده النهارده؟ النهارده الشاب من دول، وده الغلط برضو، مش هنجيب الغلط على الشباب كله، لا الغلط علينا احنا كاهالي. وانا بقيت اب وبقى معايا شاب، لازم نقعد مع بعض ولازم نتكلم مع بعض، ولازم اعرف ده طموحه ايه وده طموحه ايه وده دماغه رايحه فين وده دماغه رايحه فين. ما هو ده عشان ما يعملش ارهاب في البلد. ما هو ممكن واحد تاني ياخده منك ويبرمجه ويدخله في طريق غير طريقك. واحنا اللي جرانا في مصر ده من ايه؟ والحكومه مش هتقول لنا كل حاجه، احنا نقعد بقى مع بعض ونشوف الدنيا فيها ايه. وانا بعمل ده كله انا عايز انقل خبرتي للناس. انا عايز انقل اللي انا عشته بأدبي وأخلاقي للناس، عايز أنقله للناس، أوعي الشباب في احترام. دلوقتي الصغير يحترم الكبير، والكبير يحترم الأكبر منه. النهاردة راح فين ده؟ ده راح فين؟ وإحنا هنطلع فاصل ونرجع لحضراتكم تاني.